السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال في صحه جيده باذن الله ربي. غندير معكم واحد الفيديو اللي زوين اللي بزاف كيتسائلوا على شي كريم اللي بالنسبه للبشره الجافه اللي يرطب وفي نفس الوقت انه يغدي. يعني هذا الكريم هذا راه غزال كما كتشوفوا ان بزاف غاديين يعرفوا هذا بيافين، وبزاف كيتسائلوا واش هذا بيافين مزيان للبشره ولا ما مزياناش. هنا غادي نجاوبكم في هذا الفيديو، غادي نضربوا عصفورين بحجره، غادي نعطيكم كريم غزال وغادي نجاوبكم باللي هاد بيافين غزال للوجه صراحه. هي كتبقى واحد البوماد اللي طبيه صحيه وحتى بالنسبه للبشره الحساسه. علاش؟ لان حتى البشره اللي كتكون مثلا من 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 الفران مثلا كتحمر لك ولا من الشمس ولا من هذا، فهي كتحيد هذيك الحموره. وانا بعض المرات كنستعملها حتى للطياب ديال بنتي صغيره. المهم كناخذ هاد البيافين هذه كنديرها كما شفتوا راه تقادات ليا، وكنت غدا نصايب الكريم فقلت غدا نشارك معكم. انا دائما تناخذ هاد البيافين الكبيره ما تتخطانيش من الدار، كتلاقي الحرق كتلاقي بزاف د الحوايج ومغذيه ومفيده بزاف بزاف للصحه البشره ديالتنا بصفه عامه. المهم كناخذ انا هذه الكبيره كدير على ما اعتقد، لان الاثمنه كنساها يا 60 درهم يا 70 درهم، الصغيره كدير 45 درهم. كناخذها هنا راه كنطيح ليا التليفون حيت ما عنديش هذيك التريبي كنشد غير بيدي. هنا غدا نصايب معكم الكريم كيفاش كنصايبها انا بالطريقه ديالتي. تناخذ هنايا البيافين هاد الكريم هادي تناخذها، وكناخذ واحد الحك ديال اي بوماده كانت عندكم خويتوه وتغسلوه وتنشفوه وهديروا فيه هاد العمليه هادي اللي كندير هنا. وكتبقاو انكم كدهنوا الوجه ديالكم في الصباح في العشيه في اي وقت حسيتي ان البشره ديالك ناشفه خاصه تغدى خاصه انها ترطب كتستعملي هذا. المهم كما شفتوا معايا هذا هو الحك اللي قلت لكم عندي خوا غسلته ونشفته. غادا ناخذ بيافين وغادا نعمر هذا الحك بهاد البوماده هذه كما كتشوفوا معايا. غادا نعصرها فيما كتقاد ليا هاد البواطه، يعني هاد الكونتيتي كنولي كنصايب كونتيتي وحده اخرى وكنبقى كنستعمل هاد الكريم انا بعدا كي ما تيخطانيش وتيعجبني ورخيص وفي نفس الوقت زوين بزاف بزاف. كندير هاد البيافين وكنزيد معاها لا فيتامين او. كنا عارفين ان فيتامين او انه راه زوين للبشره تغذيها، يعني انه مفيد في اي حاجه تجميليه كنلقاو فيها هاد لا فيتامين او. المهم هاد لا فيتامين او عندي بروفيتال، عندي بيور مركز، يعني عندي هذا مركز كنستعمل 5 حتى 6 القطرات منه. المهم عينكم ميزانكم على حسب الكونتيتي. انا مع هاد الحك راكم عارفين وهذا ديال نيفيا عندي عا صغير ماشي اللي كبير، فهندير منه واحد 5 حتى 6 وهنحركها مزيان مزيان ونبقى كنستعملها لوجهي لليديا لاي منطقه في الجسم ديالكم انكم بغيتوا ليها الترطيب. وفي نفس الوقت كما قلت لكم ملي كديروا ليها هاد لا فيتامين او راه ما كتبقاش غير كترطب، كتولي كترطب كتغدي، يعني مخيره هادي. مهم جربوها وردوا عليا الخبر. مهم القناه ها هي كتعرفوها في بلاصتها، ردوا عليا في التعليق كيفاش غادا تجيكم هادي. يعني زوينه ورخيصه وفي نفس الوقت كترطب البشره. انا هذا الفيديو درته بالنسبه للبنات اللي بزاف كيتسائلوا على هاد بيافين واش زوينه ولا ما زويناش للوجه، انها راه فنه. انا هذه درتها معكم في يدي واللي كتعجبني فيها اللي كتعجبني ان في ساعه كتشربها البشره، يعني ما كتبقاش بحال هذوك الكريمات كنشوفوا بعض المرات شي بنات ولا هذه مديرين شي بوماده هكاك مطلسه كتبان على الوجه ما داخلاش ما شاربهاش البشره. هذه لا، انتم غاديين تشوفوا مني عندها انتم كدهنوا والبشره كتشربها، يعني في ساعه انها كتشرب وكتغذي لينا
الجلده ديالنا وكتحسوا بواحد الترطيب اللي خطير خطير. مني غادي نجربوا غادي نتعرفوا علاش تندوي. هذا الشيء اللي كاين البنات، جربت معكم هذا الكريم، كنتمنى انكم تجربوه، اكيد غادي يعجبكم مليون في المليون، غادي يعجبكم لانه زوين وديال الناس يعني اللي كتقلب على شي حاجه زوينه وفي نفس الوقت يعني على قد الجيب، ما غالياش. هذاك لا فيتامين او هو مدير 62 درهم، وراه كيدي لكم يعني كتبقاو كتستعملوه في لي ماسك ديالكم، كتبقاو كتستعملوه في اي حاجه تجميليه صيبتوها في الدار، اي قناع كتلقاو عندكم، يعني ما غاديش تخسروا فيه وصافي. كيبقى عندكم هذا الحكيك في كل ما هذا كتستعملوه، توب 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 البنات هذا لاكريم اللي وجدت معكم. حتى لهنا نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم.